السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والتي نتحدث فيها عن تجدد المظاهرات في السويداء، وذلك عقب أيام من زيارة الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز إلى روسيا ومناقشة القضايا الإنسانية في جبل العرب. تجددت المظاهرات في محافظة السويداء، حيث اختار المتظاهرون ضريح سلطان باشا الأطرش مكانا للتجمع، وذلك بعد مرور 4 أيام من زيارة موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية إلى موسكو ولقائه كبار المسؤولين الروس. المزيد في التقرير التالي. من جديد يعود أبناء السويداء إلى تظاهر، ويستنف المحتجون نشاطهم في مكان له رمزيته لدى أهالي المحافظة، ضريح سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى. هنا السويداء، هنا سوريا، لافتات رفعها المحتجون، واختاروا أن تستأنف احتجاجاتهم من أمام الضريح، ربما ليستمدوا منه قوة الثائر الذي رفض الذل والهوان وانتفض بوجه الفرنسيين رغم الفارق الكبير بالقوة والسطوة. وربما أراد المحتجون أن يوصلوا رسالة للنظام مفادها أن أحفاد باشا الأطرش لا يقبلون الظلم والهوان، وأنهم أبناء كرامة كجدهم. سوريا أمنا اللي بيطابق عام مفوض. يا شباب، عربتنا اللي قدمنا شهداء من 16 لـ25 ما بنبيعها ولا بنفرط. مطلبنا كرامي، مطلبنا مواطني، مطلبنا شراكي، مطلبنا عزل الفاسدين اللي بتاجه بالدمي وبدمك وبدم الكل. النشامة عن هالطريق مش راجعين لنحقق مطالبنا. ان رغيف الخبز لحقنا بالوطن. نحن سوريين، نحن سوريين. المحتجون وجهوا دعوة لكل المحافظات السورية للخروج إلى الشوارع للمطالبة بالحقوق المنهوبة للشعب السوري، والهدف من احتجاجات القرية التنديد بسياسات السلطة التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بحسب مدير تحرير شبكة السويداء 24 ريان معروف. معروف قال لموقع سوريانيت إن المظاهرات اقتصرت على بلدة القرية كونها تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لأبناء المحافظة، لكنه لم يستبعد أن تتواصل الاحتجاجات في الأيام المقبلة لتشمل باقي المناطق. تجدد الاحتجاجات جاء عقب أيام من زيارة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية موفق طريف إلى موسكو ولقائه مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف وممثل بوتين لشؤون التسوية في سوريا ألكسندر لافرتينيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيارة التي كانت في موسكو ولقاء كبار المسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، تم البحث في أمور أهلنا وإخواننا في السويداء وفي جبل العرب، أمور حياتية، أمور إنسانية. إسقاط النظام وإخراج روسيا وإيران من البلاد وتطبيق القرار 2254 هدافة جديدة للمتظاهرين تعكس ما دار في موسكو بين طريف والمسؤولين الروس. احتجاجات لا يمكن التكهن إلى أين سيصل سقفها، ولا يمكن التكهن أيضا بكيفية تعامل النظام معها بعدما أرسل قواته الأمنية لتثبيت نقاط شرق السويداء بحجة حماية المدنيين من خطر وشيك مصدره تنظيم الدولة. حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي السيد بسام العيسمي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية السورية ينضم إلينا من فيينا، كما أرحب بالعميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي ينضم إلينا من الرياض. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بسام العيسمي. إذن تجدد المظاهرات في السويداء لكنها اقتصرت على القرية، ما الدلالات والرمزية؟ تحياتي لك سيدي وإلى ضيفك الكريم وإلى المشاهدين. أهلا بك. الدلالات طبعا تحمل رمزية كبيرة، رمزية القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، فهذه دلالة على أن الثورة مستمرة وعلى أن أهالي السويداء مصممون على اقتفاء أثر سلطان باشا الأطرش وطريق سلطان باشا الأطرش في تحرير البلاد مع بقية السوريين من هذه العصابة المجرمة التي اغتصبت السلطة وأذلت السوريين طوال 50 عاما. سيادة العميد أسعد الزعبي، أنتقل إليك. كيف تنظر إلى طريقة التعامل الأمني للنظام مع مظاهرات السويداء؟ للأستاذ معيسامي تحياتي للجميع.
يعني اولا وقبل كل شيء يجب القول، يعني لا احد يظن ان سويداء اليوم او امس او اول امس خرجت في هذا التحرك الثوري الجماهيري اطلاقا. يعني سويداء منذ بدايه الثوره تحركت، وان كان تحركها يعني تماما كان نظام، ان كان ربما يعني يشكل ضغطا امنيا على درعا على دمشق بمعدل 70-80%، فكان يشكل ضغطا امنيا على سويداء 100%، يعني وان كان بشكل خفي. لماذا؟ لان يعني معروف تماما تحرك سويداء يختلف كليا او كثيرا عن تحرك يعني كل فصائل الثوره اللي تحركت، لان الثوره السويداء الى رمزيه سلطان باشا الاطرش، رمزيه انها يعني اقليه وهو يدعي حمي الاقليات او يدعي انه يعني كل الاقليات تقف الى جانبه. وايضا خلال مسيره الثوره يعني كان السويداء مواقف رائعه جدا، يعني ان يكفي انها منعت اولادها من ان يكونوا يعني من ضمن ما يقوم به النظام من عمليات قتل باتجاه بقيه يعني ابناء سوريا. ثانيا هي كان هناك حراك لشيوخ الكرامه المرحوم ابو وحيد البلعوس، ايضا هناك كثير من المواقف، كان هناك ضباط من السويداء المشرقين. إذا لا نقول اليوم هو حراك في السويداء، في الحراك مع بداية الثورة، لكن هناك كان ضغوط. يعني يكفي أن نقول أن النظام لم فقط يعني يقف في وجه السويداء من ناحية أمنية أو ناحية عسكرية، وكان الفرقة 15 وهي فرقة قوات خاصة موجودة في مناطق السويداء ومحيطة بها إضافة إلى كثير من الفروع الأمنية، لكن إضافة لذلك قام النظام بزج كل عناصر داعش الذين سحبهم من دمشق، سحبهم من غرب درعا، سحبهم حتى من مناطق القلمون الغربي، والميليشيات الإيرانية، وما زالت تحاصر السويداء. ويكفي المجزرة الذي تعرض لها أهل السويداء قبل حوالي يعني بعد عدة شهور، عندما يعني قتل من حوالي 300 مدني بهجوم داعشي يعني مخطط من قبل النظام. واليوم هناك ميليشيات إيرانية تحاصر السويداء، وإن لم يظهروا على ربما لم يظهروا يعني على شاشات الكاميرات أو لم يظهروا على أداة الاستطلاع، لكنهم موجودين. إذا عندما نتحدث عن حراك السويداء، فحراك السويداء هو من بداية الثورة، لكن هذه الأيام أخذ صوتا عاليا، وهذا الصوت العالي حقيقة نحن بالثورة السورية بحاجه، لكن كنا نظن أن يكون هناك أيضا حراك من بقية المحافظات. يعني استطاع النظام حقيقة أن يفصل بين المحافظات السورية. ويكفي أن نقول أن النظام الذي حاول زرع الفتنة بين سويداء ودرعا أيضا كان هناك وجهاء، وكان هناك رجال يعني ترفع لهم حقيقة الرايات وتحنى لهم قامات بسويداء ودرعا، استطاعوا حقيقة تقييد أو حصار هذه الفتن التي كادت أن يعني أن تودي بكثير من أرواح الشباب ما بين درعا وسويداء، والذين يعني يعيشون في السهل والجبل معا. إذا طيب. اليوم نتحدث دعني بس أتحدث عن أهمية هذا الحراك. هذا الحراك بالتأكيد أعطى رسالة كبيرة وعميقة لكل من كان يتحدث في الخارج أو في الداخل أن هناك يعني هذا النظام يعتبر نفسه حامل الأقليات. ويكفي أن نقول أيضا هذا النظام يعني تجرأ على السويداء بكثير من المواقف، يعني من أيام المرحوم سليم حاطوم، المرحوم فهد الشاعر، هناك كثير من المواقف التي وقف هذا النظام المجرم ضد محافظة السويداء. نعم سيد بسام، أعود إليك، هل تعتقد أن أهالي السويداء يوجهون ربما رسالة تحذير من تصعيد محتمل في المحافظة كون النظام لم يستجيب لمطالبهم؟ سيدي أنا أتصور أن النظام فقد القدرة في الاستجابة على مطالب السوريين جميعا وليس فقط محافظة السويداء. هذا النظام حينما كان قادرا أن يتجاوب مع مطالب الناس ومتطلبات الحياة في عام 2011 لم يفعل، لم يسلك إلا الحلول إلا الطريق الأمني والحلول الأمنية، والآن ليس في جعبة النظام إلا الحلول الأمنية. فبالتالي أنا أتصور أن الحراك سيتصاعد، ليس يعني ممكن أن يكون هذا مستمر، هذه الاحتجاجات مستمرة بكرة وبعد بكرة واللي وراها وإلى آخره. قد تهدأ يوما تبدأ 10 أيام لكن تعود للظهور مرة أخرى، ويعود الشارع يضج بالمتظاهرين وبالمحتجين على سياسة هذا النظام وعلى ما يقوم به من ظلم وقهر للسوريين جميعا. يعني سيد بسام قلت أن في جعبة النظام الحل الأمني، ماذا في جعبة أهالي السويداء؟ ما هي الأوراق المتاحة لديهم؟
كما بقية السوريين يا سيدي. السويداء نزلوا إلى الشوارع والساحات محتجين بصدور عارية، وهم يرددون الشعارات الجامعة والشعارات الوطنية التي تمتد في الفضاء الوطني السوري، يقولون نحن سوريون، نحن منا كرامتنا ونحن منا حريتنا، نحن مطالبنا هي نرغي في الخبز حتى العدالي والكرامي والمواطنة. إذا هي مطالب الثورة السورية التي خرج من أجلها السوريين، هي عودة لشعارات الثورة الأولى لألق الثورة. وأنا بتصوري هذا الحراك سيستمر، ونتمنى أن تشارك المحافظات الأخرى والأحرار في المحافظات الأخرى هذا الحراك. هذا النظام يا سيدي لم يعد كما قلنا سابقا، كما قلنا قبل أنه ممكن له أن يستجيب لمطالب الناس، أصبح هو غير قادر. حتى القوى الأمنية التي أتت إلى السويداء بحجة محاصرة العصابات المسلحة وما إلى سنتحدث آخره عن ذلك. الحراك، نعم. طلب المحافظ من تجار السويداء، بعض التجار الموالين، أن يمولوا هذه القوات والحشود التي أتت. يعني النظام ما عاد عنده قدرة أنه يمول هالناس اللي إجت، هن الحقيقة إجوا ليس ليس للأمن، للمحافظة على أمن السويداء، ليس ضد العصابات، عصابات طيب. الخطر والتشريع، وإنما هي جاءت لكسر هذا الحراك وكسر إرادة أحرار السويداء، كما يعمد إلى كسر إرادة الأحرار السوريين في كل المناطق السورية التي طيب. تثور عليها. سيادة العميد أسعد الزعبي، نعم، سنكمل معكما ضيفي، لكن بعد الفاصل، هل تعكس التظاهرات فشل زيارة موفق طريف إلى موسكو؟ تتصدر بها الشاشات وتؤثر مباشرة على حياتنا وقراراتنا. أحداث اقتصادية نقرأها معا ونحللها. نفسر ببساطة مصطلحاتها. كونوا معي أنا عبادة حيدري في برنامجكم اقتصاد كل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، ونتحدث فيها عن تجدد المظاهرات في السويداء، وذلك عقب أيام من زيارة الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز إلى روسيا ومناقشة القضايا الإنسانية في جبل العرب هناك. مشاهدينا الكرام، حلب اليوم أجرت استطلاعا للرأي على منصتها في تيليجرام، نصه ما يلي: هل تعتقد أن تجدد الاحتجاجات في السويداء يعكس فشل زيارة الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز إلى روسيا؟ 79% من المستطلعة أراؤهم أجابوا بنعم، و21% من المستطلعة أراؤهم أجابوا بلا. أرحب مجددا بضيفي السيد بسام العيسمي، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية السورية من فيينا، كما أرحب بالعميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي ينضم إلينا من الرياض. أبدأ معك سيادة العميد أسعد الزعبي، ما تعليقك على هذه النتيجة؟ يعني أولا وقبل كل شيء، أنا لم أكمل حديثي في الفقرة السابقة، كان يجب أن أشير إلى ما تحدث به
الأستاذ بسام. تفضل. يعني النظام الذي اعتاد أن يعامل أو يتعامل مع كل ما يجري في سوريا بطريقة أمنية هو لا زال يحمل هذه الفكرة، بل على العكس تماما تعمقت أكثر، ليس فقط نظام وداعميه، يعني من موسكو إلى إيران إلى كل هذه يعني الميليشيات التي كانت تدعمه، لكن اليوم هو في السويداء لا يملك القدرة الأمنية، بمعنى يعني أن بدأ النظام اليوم يعتمد بكل الأمور الأمنية، بدأ يعتمد على الآخرين، على الداعمين، على الروس وعلى الإيرانيين. ولذلك لا غرابة أن نرى أن إيران يعني قد حشدت كثير من الميليشيات الشيعية، سواء النجباء، سواء أعصاب الحق، سواء الفاطميين، بدأت تحشدهم يعني بحجة باتجاه الجنوب أو باتجاه الجولان، لكن يتحشدهم عمليين حول السويداء لأنهم يخشون تماما من التوسيع أو يعني رقعة هذه الاحتجاجات، لأنها بالتأكيد ستؤدي إلى الانهيار الكامل للنظام فوق انهياره، يعني النظام لم يعد موجودا، لكن ربما النظام ما زال يتمسك ببعض القشور الغربية، بمعنى يعني مواقف دولية حول قضية الأقليات أو يعني أو السنة وغير السنة. إذن يعني النظام يثبت تماما أنه عاجز إطلاقا على العمل في السويداء بما يعني يتعلق بالأمور الأمنية، فحشد هؤلاء. لكن أقول لك تماما الاحتجاجات لن تتوقف ولن تتوقف، والأهم من ذلك أن هذه الرسالة التي خرجت من السويداء هي رسالة في الصميم، يعني هزأت فقط لم تهز فقط كيان النظام، بل هزت كيان موسكو التي يعني أعربت بشكل واضح عن امتعاضها من زيارة الشيخ الطريف في موسكو. نعم، في هذا السياق بما أنك ذكرت موسكو، جمهورنا قال أن 79% منهم صوتوا على نعم تعكس الاحتجاجات الأخيرة في السويداء فشل زيارة الطريف إلى موسكو، 21% قالوا لا، كيف تعلق عليها؟ بالتأكيد هذه يعني هذه النتيجة الصحيحة، وكنا متوقعين، ويعني حتى من بداية الحديث عندما قالوا هناك مساعي يقوم بها الشيخ موفق طريف باتجاه موسكو، واضح تماما أن موسكو التي تحدثت بعد مرور سنوات وبعد مرور كثير من القرارات الدولية وبعد من حاول تشتت الثورة السورية تجرها إلى ستانة وترجعها إلى موسكو وتحاول جاهدة قمع الشعب السوري وارتكاب المجازر، فشلت تماما في حماية هذا النظام، وبالتالي لن تسمح، هي تريد حماية هذا النظام لأنه بات يؤمن لها قاعدة انطلاق كبيرة ضد حلف الناتو، ليس فقط يعني ضد المناطق المنطقة الإقليمية، بل أصبحت روسيا تعتمد اعتمادا كليا على تواجدها في روسيا في سوريا، وهذا التواجد ممثل بوجود بشار الأسد الذي يعطيها ربما يقال يعني ختم المختار بمعنى الشرعية. ولذلك بالتأكيد سترفض كل المحاولات، سترفض كل الاحتجاجات، لن تتخلى عفوا عن هذا النظام، وبالتالي كان من المؤكد تماما ان هذه الزياره ستكون فاشله، رغم انها يعني اعتقد ان كان هناك نوع من البصيص، ان يعني باعتبار الحراك جاء من الاخوه لنا في جبل العرب، كان هناك نوع ربما من المجامله الروسيه، لكنها رفضت تماما. واقول لك اكثر من ذلك، يعني من يعني كان لروسيا دور كبير في زرع الفتنه بين درعا والسويداء، كان لروسيا دور كبير حقيقه في محاصره طيب. كثير من شباب الكرامه في السويداء. سيد بسام، انتقل اليك، هل لديكم معلومات حول ما حدث في زيارة الرئيس الروحي لطائفة الموحدين دروز إلى موسكو؟ هناك من قال أن الأجواء كانت سلبية. سيدي يؤكد على ما قاله سيادة العميد الزعبي حول ما يعني حول الأمور التي طرحها وأثارها، وأضيف أنا بتصوري أن موسكو فشلت في أن تحمل الشيخ طريف موفق طريف مواقف سياسية. يعني نحن بنعرف انه الرابطه الروحيه الرابطه الدينيه هي عابره للجغرافيا، وبالتالي الموقف في السويداء هو موقف سياسي من هذا النظام، بالتالي لا يمكن الربط بين ما هو ديني وما هو سياسي، فلذلك لم يستطيع الشيخ لم تستطيع موسكو ان تفرض على الشيخ موفق طريف مواقف سياسيه، وبالاساس لا يملك الشيخ موفق طريف ان يفرض مواقف سياسيه على دروز السويداء او على محافظه السويداء، فلذلك الاحتجاجات في السويداء لا تتعلق ابدا، ليس لها طابع ديني وليس لها طابع طائفي، لها طابع وطني. والمحتجون في السويداء وكما لاحظتم وفي ضريح سلطان باشا الأطرش حينما كانوا مجتمعين يقولون نحن سوريون سوريون سوريون، يعني سيد بسام تقصد أن الشيخ موفق طريف طرح طرح شعبي وروسيا طرحت طرح سياسي ولم يلتقيا.
نعم، فلذلك ليس هناك ربط، ليس هناك ربط. الشيخ موفق طريف من موقعه يعتبر أنه يعني من واجبه أن يخفف معاناة الموجودين في السويداء باعتبار الغالبية من طائف واحد، أن يتلاقى مع مطالبهم أم أن يخفف عليهم أم يجنبهم من مذبحة من حرب ما إلى آخره. هذه كانت وسطات ليست سياسية أبدا، وأكد حتى موفق طريف كان واعيا فقال إن محافظة السويداء هي جزء من سوريا، ومحافظة السويداء هي عملت على استقلال سوريا وقادت المعارك من أجل استقلال سوريا. وبالتالي لن يخرج الموفق طريف إلى الحالة الدرزية إلا فقط بما يخص دينيا وليس سياسيا، ليس بالمنعكسات السياسية. فبالتالي أنا بتصوري الروس حاولوا أن يحملوا موفق طريف مواقف سياسية لكنهم فشلوا. طيب سيادة العميد، على الأرض هل تعتقد أن النظام يمكن أن يجنح لمزيد من استخدام القوة في السويداء؟ يعني من قام بحشد كل هذه الميليشيات الإيرانية حول المنطقة، وأيضا يعني لوح وبشكل واضح تماما أن يعني داعش ما زالت تحيط بالسويداء، وهو حريص على بقاء داعش في المنطقة شرق السويداء، وهم ليسوا داعشيين، هم ميليشيات إيرانية وهم عناصر مخابرات النظام يعني، لكن يلوح بهم من أجل يعني ربما استقطاب بعض الأصوات يعني التي لم تشارك إلى حد ما بالاحتجاجات. لكن أقول لك يعني النتيجة النهائية أن احتجاجات السويداء أو الصوت الذي خرج من السويداء هو حطم ما بقي من إناء هذا اللواء من هذا النظام، أو بحط ما بقي من هيكلية هذا النظام. لم يعد للنظام أي شيء يعني فوق الأرض، وبالتالي لا يعجز تماما، رغم أنه سيلجأ بالتأكيد إلى كثير من الإجراءات الأمنية، ولكن هناك ربما من يردعه يعني خوفا من اتساع هذا الصوت أو خوفا من تعالي هذا الصوت في السويداء. لكن يعني إن حاولوا أو لم يحاولوا، إن تصرف أو اتخذ إجراءات أمنية أو فوق الأمنية، أعتقد أن يعني رسالة السويداء العميقة جدا كانت واصلة إلى لب هذا الهيكل الكرتوني لهذا النظام، هذا الهيكل الورقي، وانتهى. وقد أعتقد أن آخر أوراق النظام قد احترقت من خلال الاحتجاجات في السويداء، ولم يعد للنظام أي وجود أو بقاء، ولم يعد يسعفه أيضا ألا تدخل روسي ولا أستانا ولا سوتشي ولا كل القرارات الدولية ولا حتى كل الممارسات أو الكذبات الدولية التي يطلقها هنا وهناك. سيد بسام، الشيخ موفق طريف شدد على مناقشة قضايا حياتية كما قال، ماذا وراء التشديد على هذه النقطة؟ القضايا الحياتية كي لا يدخل في السياسة، يعني القضايا الحياتية هي مطلب الناس جميعا، مطلب كل السوريين. ألا يعانون السوريون من السوريين من الفقر والقهر ومن الجوع؟ فهذا النظام أوصل الناس إلى نقطة مسدودة، إلى الهوي. فبالتالي هذه مطالب عامة، وبتصوري أنه المهم أن موقف طريف وما جرى في موسكو لن يتطرق إلى مواقف سياسية، وليس يعني لا موفق طريف ولا أحد يمكن أن يلقن السويداء مواقف سياسية. فالسويداء هي جزء من سوريا، والسويداء هي جزء من هذا الوطن الكبير ضمن الفضاء لا ترى نفسها إلا ضمن الفضاء الوطني العام السوري. وتأكيدا لكلام العميد الزعبي سيدي، نعم النظام حاول أن يقول أني حامي الأقليات، هذه الورقة التي رفعها منذ بداية الثورة، وبالأساس هو قائم يعني هو أحد الركائز لنظامه، هو حماية الأقليات، وكأن يعني كان هناك احتراب أهلي بين المكونات السورية قبل ما إجا، هو اللي هدم العمارة المجتمعية، وهو الذي قسم المجتمع ومارس سياسة تحطيم المجتمع السوري في كل المحافظات السورية. فهو منذ اللحظة الأولى حاول وعن طريق إيران أن يأتي بالجهاديين الذين كانوا على الحدود الأفغانية، أكثر من 3000 جهادي أتى بهم إلى سوريا، ونصحوه الإيرانيين بأن يخرج المتطرفين والجهاديين من السجون السورية ليطبع الثورة بطابع طائفي، وبالتالي اعتمد على تطييف الثورة من خلال السني، يعني إرهاب السني وشعار حماية الأقليات. فبالتالي لن يستطيع، فلذلك أنا بتصوري وصل لنقطة مسدودة. طيب. تماما، لأنه لن يستطيع شيطنة السنة، ولن يستطيع أن يقول أن الأقليات هي جزء من النظام، بل هي
جزء من المجتمع السوري الذي ثار ضد هذا النظام ولن يتوقف إلا بعد أن يخرج هذا النظام من حياة السوريين. طيب، وبناء عليه سيد بسام، حول النقاط التي ذكرتها ختاما حول الاحتجاجات في السويداء، هل تتوقع أن تستمر في المستقبل أم تتوقف على غرار ما حصل سابقا؟ سيد بسام. طيب، شكرا لكما ضيفي، السيد بسام العيسمي عضو. سيد بسام تسمعوني الآن؟ القصد انه هذا يعني كما قلنا ان هذا النظام غير قادر على تلبية حاجات الناس، ليست فقط المعيشية وان الامنية، الكرامة، الحرية، كل المسائل اصبح عائق امام المجتمع، فلا بد ان يرحل. يعني هذا منطق التاريخ، فبالتالي وقع الطلاق بين المجتمع السوري في كافة مكوناته وبين هذا النظام. فبالتالي مسألة زمن من حيث المآلات النهائية، مش بس السويدة، طيب. السويدة وطرطوس وحمص واللاذقية وكلهم بدهم يتحركوا ضد هذا النظام. أشكرك. لأن أصبح هذا النظام عم يفوت الناس للهاوي. لم يبقى لدينا وقت، شكرا لك السيد بسام العيسمي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية السورية، كنت معنا من فيينا. كما أشكر العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي، كان معنا من الرياض. وشكر موصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والتي تناولنا فيها تجدد المظاهرات في السويداء، وذلك عقب أيام من زيارة الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز إلى روسيا ومناقشة القضايا الإنسانية في جبل العرب. إلى اللقاء.